بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة وهداه. يا سادة، احنا ما ينفعش ان احنا نحط راسنا في الرمل. احنا عندنا مشكلة. المشكلة دي ان في جليس رزل، مش رزل بس، في جليس بيفجر البيوت، بيأذي البيوت جدا جدا. والجليس ده لو تسرسب في البيوت، البيوت كلها بتروح في منطقة وحشة قوي، بتضيع الكرامة وتضيع الأموال وكمان تضيع الأخلاق. فللأسف يعني الجليس ده جليس من أسوأ الجلساء اللي ممكن نشوفهم في حياتنا. ولو دخل بيت، البيت ده كله بيبقى مهدد، مفيش حد بيسلم من التهديد ده. عارفين الجليس ده شبه التطرف والإرهاب، شبهه قوي لأنه مدمر. الجليس ده جليس لازم كلنا نتكاتف إن احنا نتخلص منه، لأنه مليء بالمغالطات ومليء بالأكاذيب ومليء بالأشياء التي بتتلاعب فيها النفس الأمارة بالسوء. الجليس ده هو الإدمان. الإدمان يا سادة ما تعتبرهوش شيء بعيد عنك، لأن الإدمان ليه أشكال كتيرة وألوان كتيرة. وعشان كده، عشان نقدر نتكلم في موضوع خطر زي ده وموضوع شديد زي ده وموضوع بيهدد بيوتنا، بيوتنا أغلى ما في المجتمع البيوت، وبيهددهم من كافة الجوانب، مش ممكن أبدا نتهاون أو نتساهل معاه. وعشان كده كنا لازم ندير حوار حقيقي حقيقي، لأنا مصر أنه يبقى حقيقي عشان يبقى قيمة إضافية في مكافحة ومعالجة الإدمان. وعشان كده معانا الدكتورة، أستاذ الدكتورة حنان الرصاص، أستاذ علم النفس وعلاج الإدمان. دكتورة حنان، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ومعانا كمان الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية في صندوق مكافحة الإدمان. دكتور إبراهيم، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا مولانا، ازاي حضرتك يا فضيلة الدكتور؟ اسمح لي دكتور إبراهيم ان انا ابدا مع الدكتورة حنان الرصاص واسالها، ازاي نكتشف ان احنا عندنا مدمن؟ اول حاجة وهي اهم حاجة وهي محور كل الكلام، ان في تغيير، وفي تغيير بشكل ملحوظ طبعا الأسوأ يعني على الشخص، يشمل بقى علاقاته، سلوكه، مشاعره، أفكاره، فأي حاجة من الأربع جوانب دول هتلاقي فيها مشكلة. على سبيل مثلا المثال، هتلاقي مثلا لو في سلوك الفلوس تتصرف بسهولة، بتخلص بسهولة، يعني يكون مثلا قبل مرتبه تلاقي مرتب خلص على طول. لو هو حد مثلا بيشتغل هتلاقي عنده عصبية، تعامله مع الناس بقى مختلف، بيختفي وقت كتير، بينعزل وقت كتير، اهتمامه بنفسه طبعا بقى لو درجة الإدمان بدأت تزيد، اهتمامه بنفسه وشكله ولبسه والحاجات دي بدأ يختلف. ده شيء خافي، ما دي شيء خافي ما يعرفوش كتير من الناس يا دكتور. الناس متصورين ان الشخص في اوائل الإدمان بيبقى خلاص وشه الشكل اللي بيجي في البرامج التلفزيون، ان وشه بيبقى تحت وشه بيسمر وتحت عينه بيسمر ودقنه وكده، ما يعرفوش المعلومة المهمة ان المدمن بيهتم بنفسه كتير قوي اول ما بيدخل في عالم الادمان. هو بس عشان واضحه، هو اهتمامه يعني لا بيقل بعد فتره، بطول المده بيقل اهتمامه بذاته، يعني مثلا ممكن يتنين خارج وداخل بنفس اللبس. فيعني هي بس قصه ان هو مش هيبان للناس المظهر اللي هو بيجي في التلفزيون وكده، لان ده المظهر بيجي على رد انسحاب. اغلب الشخص لو هو ما تمش اكتشافه ان هو عنده مشكله ادمان او بيتعاطى، هو دايما بيلحق قبل ما يجيب اعراض انسحاب، بيكون معاه الاستوك بتاعه، معاه المخدر عشان ما يجيبوش اعراض انسحاب. فالاغلب الاهل مش هيشوفوا الشكل ده طول ما هو بياخد وعارف يهندل اموره، بيجيب فلوس، بيبيع، بيعمل حاجات يعني، فمش هيبان الشكل اللي احنا بنشوفه، لان هو ما اتحطش في withdrawal symptoms، اعراض انسحاب ظهرت للاهل يعني. دكتوره حنان، اسمحي لي اروح للدكتور ابراهيم عسكر. دكتور ابراهيم، احنا دلوقتي عندنا ظاهره الادمان بقت ظاهره نستطيع ان احنا نقول ان هي ظاهره مخيفه. انا عايز اقول لحضرتك، ممكن تقول لي ايه اكتر الاكاذيب اللي بتستخدم في عالم الادمان؟
زي ما حضرتك تفضلت بالفعل يا دكتور عمرو، احنا بنواجه يعني جليس من افظع الجلساء اللي ممكن الشخص فينا يقوم الصبح كده ينزعج تماما، يلاقي ابنه او بنته او زوجه واقع في المشكله، وفي ناس كتير جدا ممكن تقع فيها من غير ما يدري ومن غير ما يعرف. زي ما حضرتك تفضلت كده، احنا عندنا في الصندوق مبادره اسمها خدعوك فقالوا. ايوه حلو قوي ده، حلو 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 دوت. انا وانا وانت عارف حضرتك ان انا من يعني بعتبر نفسي من خبراء الصندوق ومن اصدقاء ده شرف الصندوق. لينا طبعا، وسيادتك طبعا يعني خط معانا معارك فكريه قويه جدا مع الشباب في هذا الامر وفي هذا المعترك بشكل كبير. وعاوز اقول واكد مع سيادتك ان بالفعل الافكار المغلوطه هي اول الاسباب اللي ممكن تقع بالشخص في براثن الادمان والمخدرات. زي ايه مثلا؟ قول لنا اهم فكره يا دكتور ابراهيم، معلش من غير مقاطعه، قول لنا ايه اهم فكره مثلا، او اهم ثلاث افكار بتبقى مشهوره قوي في اهم السياق ده. ثلاث افكار، رقم واحد خد الحبايه ديت علشان تقدر تركز، ودي بتنتشر قوي في وقت الامتحانات ووقت المذاكره ووقت الدراسه. خد الحبايه دي عشان تعمل لك بنيه عضليه قويه، وده بتنتشر جدا ما بين الشباب علشان خاطر ان هم عايزين يعملوا ستايل وشكل شبابي طبعا، البادي بيلدنج بقى، البادي بيلدنج والحاجات دي بقى. خدي الحبايه ديت يا امي علشان ديت علاج، ده مقوي عام، ده خلي بالك ده هتخليكي بنت ال 20 وهتخليكي تشتغلي في البيت وتطلعي وتنزلي من غير ما تحسي بتعب. خدي الحبايه ديت علشان تخليك تقعد على الطاره في السواقه وتطبق بدل الورديه اتنين. انت حضرتك جبت لنا اهم اربع مجالات بتظهر في حياتنا، ما بين صحيح الشباب صحيح وما بين الناس المتفوقين. يعني انت عايز تقول لي حضرتك يا دكتور ابراهيم ان اوعى تفتكر عشان ابنك متفوق ان هو بعيد عن امكانيه الادمان، او انا باكد مع سيادتك وباكد والدكتوره اكيد هتاكد لي الكلام ده كمان، ان ما فيش حد فينا بعيد عن الوقوع في مشكله المخدرات. لازم كل واحد فينا يكون عنده وعي ومعلومه صحيحه وكافيه ازاي يقدر يحمي نفسه ويحمي اولاده ويحمي المحيطين بيه. ده مهم جدا. دكتور ابراهيم اسمح لي ارجع تاني للدكتوره حنان، واحنا مش هنسكت ابدا ولا عن قلل الحوار حول مساله زي دي. دكتوره حنان بعد اذن حضرتك، هو ايه اللي احنا محتاجينه عشان نحصن بيوتنا؟ مش عارف، عارف حضرتك انا مش جاي لي قلب ان انا اقول احصن اولادنا، لان في الحقيقه مش اولادنا بس. ايه اللي احنا محتاجينه عشان نعالج ونحصن بيوتنا من الادمان؟ هو عندنا مستويين، مستوى البريفنشن زي ما استاذ ابراهيم كان بيقول حضرتك بتقول، مستوى المنع ان انا احمي، بعد كده تاني بقى مستوى ان انا لو عندي حد عالج. الاثنين عندنا موجودين، يعني في احتماليه لوجود الاثنين صراحه في اغلب العائلات. تمام، لا يعني غالبا لا تخلو عائله كده يكون فيها حد، ممكن يكون مش لازم لدرجه القرابه الاولى، بس حد اكستندد فاميلي، عائله ممتده، يعني حد ابن عم مش عارف مين بيشرب بيعمل. فاول حاجه المنع، ايه زي ما كنا بنقول دلوقتي، ان هو الشخص ما يجربش. لان احنا يعني احنا دلوقتي عندنا المخدر جه، في ناس هتقول لك انا مش هجرب لان انا ممكن لو جربت، عشان بس دي حته مهمه جدا، لان ممكن لو جربت باللغه كده بتاعت الشارع يعني، او بلغه الشباب اللي هو ايه، الماده تمسك في جسمي ان انا خلاص اشبك فيها يعني. ساعات بيسموها يعني، هي ساعات بيسموها الزحليقه. الزحليقه وليها اسامي تانية بس يعني مش في التلفزيون. لكن الاهم بس حاجه، اول حاجه في الشخص يقول لك انا مش هجرب، في ناس تانية تجرب وبيسميها اكسبيرمنتال، اللي هو ايه، ان انا هجرب كده واشوف ماده ممكن تعجبني ما تعجبنيش، لقيتها ما عجبتنيش فما خدتش. ده تاني نوع. يبقى اول نوع ما بيخش خالص، يقول لك انا مش هجرب تماما. تاني نوع يجرب وما يعجبوش ويعرف يمشي منه. تالت نوع يبقى متعاطي، ياخد افري ناو انزل من حين لاخر تفاريح. رابع نوع ياخد والماده تمسك في جسمه. القصه بقى ان احنا اي حد فينا ما بياخدش، خلاص ست او راجل، ولد او بنت، صغيرين او كبار، هل انا هعرف، انا كدكتوره حنينه اهو طبيبه، هل انا هعرف اما هجرب هبقى ايه؟ ما اعرفش، العلم لم يتوصل ليها. يا سلام، دي يعني معلومه، دي معلومه رائعه يا دكتوره، ده معلومه رائعه. يا ساده، الانسان لا يستطيع أن يملك ذاته ولا يملك أعضاؤه ولا يعرف مدى الاستجابة من أعضاؤه لهذا المخدر، ولذلك بالزبط. احتمال كبير جدا 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 أن أنت تقع في مسألة، أن زي ما تفضلت الدكتورة أن المخدر يمسك في جسمك، فأنت ممكن ما تعرفش، ممكن تكون أنت من دول، وفي الغالب الناس بتقع في ده. نعم يا دكتور بالزبط.
وفي حته ثانيه يا شيخنا اللي هي يعني بين الشخص الثالث والرابع اللي هو المتعاطي والمدمن او اللي عنده اعتماد مخدرات. احنا ما بنحبش نستخدم لفظ مدمن، يعني عنده اعتماد على ماده مخدره وعنده مشكله مع المخدرات. دي بيبقى في طب دايره اسمحي لي يا عصبيه، دكتورة، الدايره حلوة الثانيه. حلوة تقول لنا ليه ما بتحبيش تستخدمي التعبير ده؟ ما ليه ما عشان في اول حاجه في وصمه، الحاجه الثانيه ان الشخص ما بيتلخصش في قصه الادمان بتاعته، يعني زي الشخص مريض السكر، هل حلو هو قوي، حلو بنسميه قوي ده، شكري؟ حلو قوي ده، مدخل جيد جدا للعلاج، ان احنا نقول بالظبط. ان هو ما عنده تلخصتش مشكلة. شخصيته في مسألة الإدمان. بالظبط. هو عنده حاجات تانية في حياته، ده اللي احنا بنبدأ نبني عليه عشان يبدأ يبطل. احنا بنقعد ننور في العلاج على الأشياء الأسيتس اللي هي المعطيات أو نقاط القوة اللي عنده أو الحاجات اللي حققها أو الحاجات اللي في شخصيته، وعشان نقدر نعلي إحساسه بذاته عشان يقدر يتغلب على الإدمان بطرق معينة بقى في العلاج. فدي بس حتة مهمة، إن هو يعني زي ما بقول حضرتك كده، لو مريض سكر ما نقولش ده سكر. طبعا الادمان عندنا مشكله كبيره، لان هو السمات الشخصيه بيبقى فيها سمات شخصيه ادمانيه عرضه اكتر للادمان، لازم يبدا يغير فيها. بس في الاخر الشخص ما بيتلخصش في مرض، هو شخص عنده مشكله معينه، مشكله كبيره طبعا، مشكله الادمان، ولكن يعني مش هو يساوي هذه النقطه بس يعني. شكرا على هذه اللطافة. انا راجع لحضرتك تاني، بس اسمحي لي اروح بهذه الفكرة الرائعة، هي فكرة ان المدمن يمكن ان يتعالج ويمكن ان يبطل، وان الادمان ده جزء، دي حالة فيها الشخص مش هي اللي لخصت حياته كلها. اسمحي لي اروح للدكتور ابراهيم واقول له دكتور ابراهيم، الاهل ازاي يتعاملوا بقى مع الافراد اللي هم بيعتمدوا زي ما تفضلت الدكتورة بيعتمدوا على المخدر؟ دكتور عمرو، عايز أأكد مع سيادتك على حاجة، إن بالفعل الإدمان أو المصاب بهذا الموضوع هو مريض، وبالتالي إحنا بنتعامل مع الشخص ده من باب إن ده مريض ومحتاج الرعاية ومحتاج التوجيه ومحتاج الإرشاد ومحتاج ممكن يتحجز وممكن ليه؟ لأن ده، وده طبعًا بترجع للمدة اللي كان بيتعاطاها وللمخدر اللي كان بيتعاطاه. بس نرجع بقى للسؤال بتاع حضرتك ده، مهم جدًا إن انا في أي سؤال أسرة معلش من خلاص غير هي مقاطعه دكتور تحقق. معلش في سؤال بيستفزني شويه، اسمح لي يعني مش هقدر امسك نفسي. في كتير من الناس بيعتبروا ان الحشيش مش مخدر. ما هي دي من ضمن الافكار المغلوطه اللي احنا تحدثنا عنها في الجزء مع حضرتك، ان من ضمن الحاجات برضك والافكار المغلوطه ان يجي يقول لك الحشيش مش ادمان. لا، ده انا ده بس ده مجرد ان انا باخده كده وبرجع بيه، ولكن الحقيقه العلميه المتعلقه بيه ان الحشيش هو من الاصل من نبات القنب، وماده التي اتش سي اللي موجوده تترا هيدروكربينول ديت من صفات تلك الماده هي الاختزال في الجسم، وبالتالي الجسم بيعمل اعتماديه عليه طبعا. وبتظل في الجسم من 20 لحد 30 يوم، وبالتالي لما اجي اعمل تحاليل بتظهر لي، فالانسان بيعتقد في الوقت ده خلال الفتره ديت ده انا بقالي 20 يوم اهو ما باخدش، يبقى انا كده مش مريض او انا مش دخلت في الدايره. ولكن المشكله الاكبر ان الحشيش دلوقتي بقى مخلوط بمواد كيميائيه مستحدثه، ودي اللي عامله خطوره كبيره جدا زي اللي بنسمع عنها بقى طبعا الايام ديت، المواد التخليقيه واللي بدات ان هي تنتشر وتاخد وانا محل عايز اقول لحضرتك حاجه يا واماكن دكتور ابراهيم، المواد القديمه. وانا عايز اقول لحضرتك يا دكتور ابراهيم، دايما في لما بنكون جالسين في مكافحه الادمان ومكافحه الاعتماديه على المخدرات، انا بقول لهم يا جماعه لازم يكون عندنا ابحاث تعقد الصله ما بين تعاطي الحشيش وخاصه بالخلط اللي فيه ديت وارتفاع نسب الاصابه بالسرطان والامراض اللي زي دي. انا عايز اقول لسيادتك ان في بالفعل مبادره قويه جدا قدمها صندوق مكافحه وعلاج الادمان داخل المناطق المطوره، وبداناها بروضه السيده ثم الاسمرات، ومتوجهين بعد كده الى بشار الخير في اسكندريه بالتعاون مع معهد الاورام، لان لقينا ان في ارتباط قوي جدا ما بين المرضى اللي بتروح معهد الاورام وما بين التدخين وتعاطي المواد المخدره. الله. فابتدينا ان احنا نترجم الامر ده، لا لما تيجي ان الشراكه والتشبيك ده كان لازم يكون موجود، وابتدينا بالفعل نعمل ايفنتات كبيره لاهالينا اللي موجودين، تعالوا هنكشف عليكم ونطمن عليكم من الامراض السرطانيه، وفي نفس الوقت نبتدي ان احنا نشوف بقى الابعاد الاخرى المتعلقه في هذا الامر. بأكد مع سيادتك برضك احنا بالفعل كصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يعني السنة اللي فاتت تقدم لينا 140 ألف مريض. يا الله. ال 140 ألف مريض دول يا مولانا عايز أقول ده لحضرتك المتقدمين، دول ده المتقدمين، ده احنا يعني ده احنا لسه مع تطبيق القانون الجديد لغاية دلوقتي ما رحناش ناخد حصيلة الناس اللي هيجوا بناء على تحليل التحليلات في المؤسسات. ده لا بس ما اللي الناس جنة بقى جنة. يعني ال 140 ألف مريض دول منهم 15 ألف مريض
فقدموا 15000 مريض دول من موظفين من جهاز الدقاله للدوله. بعد تطبيق القانون على طول، طبعا القانون بيدي في الاول كان مدي مهله ما يقرب من ست شهور. النهارده الناس بقت عندها وعي، قال لك طب انا استنى ليه لما ادخل ويتم التحليل عليا واترفد من شغلتي؟ طب ما انا اتقدم للعلاج طواعيه. كويس. وبالفعل تقدم لينا ما يقرب من 15000 موظف. الحقيقه ان احنا مش اسمح لنا نحيي الناس اللي بتعمل ده يا دكتور ابراهيم، اسمح لنا نحيي الناس اللي بتاخد مبادره ان هو يروح ويتعالج. ده شخص لابد ان هو يحترم ويقدر، لان هو قرر ان هو يكسر الدايره دي ويقرر. أيوة. ان لا، انا ساخرج من تحت السيطره وانا استطيع ان انا اتعالج واستطيع ان انا اتعافى. علشان كده من خلال برنامج حضرتك بنوه برضو واقول للناس احنا عندنا الصندوق مكافحه الادمان بالخط الساخن 16023، بنقدم العلاج بالمجان وبسريته. احسنت يا دكتور. نرجع بقى للدكتوره حنان، واخر ما نطلبه من الدكتوره حنان وكذلك الدكتور ابراهيم، ايه اهم نصيحه تقدميها حضرتك للاهل عشان يحافظوا على معنويات اولادهم ونفسيتهم خلال رحله التعافي؟ لان هي رحله مش هندعي، احنا مش هنكذب على الناس يا دكتور، رحله التعافي ما هياش رحله سهله، صح كده يا دكتوره؟ بالظبط. خليني اقول حاجه بالنسبه بقى لحاجه جبت سيره الاهل. احنا بالنسبه لنا او انا حتى معتبنيه هذه النظريه، احنا ما بنعالج شخص واحد عنده ادمان، على الاقل بنعالج وراه خمسه، يعني خمسه بيتحموا. حلوه قوي المعلومه دي. يعني احنا مش بنعالج واحد، احنا بنعالج خمسه. خمسه ده من اسرته والدايره بتاعته، خمسه من محيطه والدايره بتاعته، صحيح؟ بالظبط. يعني انت لو عالجت واحد في خمسه استريحوا، ان الست مش هتقفل على ذهبها، البنت لو اخته مش هتبقى مثلا يعني مكسوفه ان لو جالها عريس اخوها مثلا عنده ادمان، او العكس لو هي اخته هي اللي بتاخد ادمان مش هيبقى مكسوف من اخته، ومش هتقفل على ذهبها، مش هيتسرقوا، مش يعني حاجات كده كتير يعني. فبتعرف تنام يعني، احيانا الام لو دخلت ابنها المستشفى يقول لك انا اول مره اعرف انام، عشان هي اطمنت ان هو مش هيرجع بمصيبه. ففي مشاكل كتير. فصراحه اللي بيشتغل في الادمان من اهم الحاجات صراحه حتى كدكاتره او كمعالجين، انه يبقى عنده روح ان انا مش بس الشخص ده هيتعالج، في ناس كتير جدا بيتاثروا بيه وبيفرق جدا في حياتهم. الحاجه الثانيه بقى بالنسبه للاهل، ان هم يتعاملوا ازاي مع الشخص عنده شويه مفضلات. اهم حاجه لو هو يعني لسه بياخد، ان هم يتنيهم وراه ان هو يتعالج، يروح مكان علاجي، دي اهم حاجه. طيب هو بدا بقى يتعالج، اهم حاجتين صراحه ان هم دايما يدلوا حاجه اسمها تصديق فاليديشن، يعني يتفهموا مشاعره ويتفهموا التجربه اللي هم بيمروا بيها، ويقولوا ان احنا معاك وهنكمل وهتقدر تتجاوز. اهم حاجه هو بيبقى قلقان ان انا مش هعرف اعدي اللي انا فيه ده، فان هو يلاقي دعم وان انا اقابله، ومش بقول عليه ان انت اكس، ان انت مدمن وان انت كذا، انا اقابلك بلاش فكره الوصمه ولازم اتقبله. بالظبط. والحاجه الاخيره بقى ان من اهم الحاجات وناس كتير بتنساها صراحه، يعلموها للعيانين واهل العيانين علامات الانتكاس، مؤشرات علامات الانتكاس. لو بدأت تغير تاني بقى، ان هو بدا مثلا يقلل من قيمه العلاج، يقول لك ده اي كلام، ده الدكاتره مش عارفه ايه، او المعالجين مش عارفه ايه، او انا هعرف ابطل لوحدي، اي حاجات من اللي هي بدا يقلل قيمه العلاج، بدا تحصل تغيرات. طيب. في سلوكه ينعزل. يعني دكتوره دي الاهل لو عارفينها هيعرفوا يلحقوه بدري ونمنع انتكاسه ثانيه. دكتوره حنان ودكتور ابراهيم، خليكم معانا فاصل وهنرجع لكم مره ثانيه. رجعنا لحضراتكم وما زلنا بنتكلم عن هذا الجليس الثقيل، الجليس المتعب، ونرجع تاني مع الدكتورة حنان ونقول لها دكتورة حنان، احنا ما زلنا كنا بنتكلم عن ايه النصايح اللي نقولها للأهل عندما يمر البيت كله في حالة التعافي، لان انت زي ما حضرتك تكلمتي قبل الفاصل، مش بس اللي بيتعافى هو الشخص اللي بيعتمد على المخدرات، لكن البيت كله بيتعافى. ايه تاني اخر نصيحه ممكن حضرتك تقولها لنا؟ هو الدعم، وان هو يتنيه يتعالج. هقول لحضرتك كده مثال اخير اختم بيه. احنا عندنا كده بنسميها ان العلاج هو الواحد الصحيح، حلو، وممكن نحط جنبيه 0 يبقى 10 لو الشخص مثلا ايه بدا يعمل مثلا اي انجاز في حياته، بدا يتجوز بقى 100، مش عارفه بدا يبقى عنده فلوس بقى مش عارفه 100000، بدا يبقى عنده الشغل بقى مش عارفه مثلا 200000، يعني مش عارفه 10 يعني ايه 100000 ايه مليون، يعني كل حاجه بالواحد الصحيح. فممكن نحط جنبها صفار كتير، تمام؟
فأهم حاجة إن هو يتابع ويتعالج، أهم حاجة تاني إن هو يتابع لكن ويتعالج لو ما ويتابع فيش ويتعالج. الواحد لو الواحد الصحيح ده لكن ما فيش واحد صحيح صفار ما فيش حاجة خالص، كله صفار. هيصفر يعني كله هيصفر. ليه بقى؟ لأن هو لو ما بقاش لو هو بطل علاج مراته هتسيبه، ممكن تسيبه عشان هو بدأ يشرب، ممكن فلوس هتلاقيها هيصرفها كله، يعني هيتفضح ممكن في الشغل، والشغل هيسيب الشغل، مش هيعمل الحاجات اللي عليه، مش عارف يصلي، كل الحاجات هتبقى صفر. فأهم دكتورة حاجة صراحة بعد الاستعانة بربنا سبحانه وتعالى هو العلاج، إن هو يتابع ويتعالج ويكون دكتورة فعلا بيتعالج فيه. دكتورة حنان، مش عارف دكتورة حنان الرصاص أستاذ الطب النفسي وعلاج الإدمان، أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي، وأنا بشكر حضرتك شكرا عظيما على كل المعلومات القيمة اللي قلناها في الملف المهم ده. وأكمل مع الدكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم، إحنا دلوقتي عندنا جهود ضخمة في مسألة العلاج، اسمح لي، إحنا محتاجين في عجالة نقول ايه الاشياء اللي احنا ممكن نقدمها لشخص متعافي عشان نكون عون وسند ليه في مسألة التعافي. الحقيقة دكتور عمرو، صندوق مكافحة الإدمان احنا النهاردة بنمتلك 28 مركز علاجي موزعين على مستوى 17 محافظة، منهم عدد كبير جدا من المراكز افتتحها لينا فخامة رئيس الجمهورية، واحنا كمان حاليا يعني منتظرين افتتاحات رئاسية قادمة لبعض المراكز الأخرى الكبيرة. كل الخدمات بيقدمها صندوق مكافحة الإدمان للمريض بالمجان وفي سرية تامة. أول خدمة خدمة الاتصال، إن هو بيتصل بينا على الخط الساخن، بياخد المشورة وبيكون طالبا للعلاج، بعد كده بيتوجه للعيادات الخارجية أيضا بتقدم له الخدمة والكشف بالكامل والتحاليل مجانا. بعد كده بنستقبل المريض في إحدى المراكز العلاجية وتبتدي رحلة العلاج عندنا بشكل متوازن، بنعمل له سحب للسموم، بعد كده تأهيل نفسي واجتماعي بشكل كبير جدا، وبعد كده المرحلة الأخيرة مرحلة الدمج المجتمعي. كمان احنا كصندوق مكافحة الإدمان بنستطيع ان احنا نقدم، او ان المريض لما بيكون عندنا بيشتغل معانا وبنعلمه صنعة، يعني اثناء تعافيه من المرض تعالى انت النهارده نكبر المشروع بتاعك، نعلمك صنعه جديده تقدر تخرج بيها للمجتمع، وبالتالي بتقل او بتحد من عمليه الانتكاسه عنده. ابتدينا ان احنا نكمل الطريق كمان في ان احنا نفتح باب مع بنك مصر الاجتماعي ونقدم قروض ميسره ونحط تحت الموضوع لان طبعا عمليه ميسرة. الادمان دي عمليه مدمره، ممكن تكون دمرت كل ممتلكاته وكل حاجه وحياته كلها، فبما محتاج لدعم بدايه جديده. بنشكر حضراتكم على الجهود دي. دكتور ابراهيم عسكر، انا في الحقيقه ممتن لوجود حضرتك معانا، ولازم هنتكلم مره تانية ومره ثالثه عن هذا الملف. الملف دوت انا ابتدينا النهارده بس نتكلم عنه لانه ملف محتاج ان احنا نعالجه من اكتر من زاويه ومن اكتر من جانب. فانا بشكر حضرتك دكتور ابراهيم، مدير عام البرامج الوقائيه في صندوق مكافحه الادمان، شكرا لك يا دكتور ابراهيم. يا ساده، احنا الادمان في الحقيقه مش بيدمر بس اللي بيملكه الانسان، لكن للاسف الادمان ده بيدمر الانسان اذا قرر الانسان ان هو فقد السيطره. صحيح الادمان بيبتدي بالاستسلام النفسي والجسدي للاعتماد على الـ على الـ على المواد المخدره، ويحس الشخص بعد كده ان حياته كلها بقت متوقفه على هذه المواد وما يقدرش يعيش من غيرها. الكلام ده كلام كله وهم. الادمان مش بس لازم نقول كده، احنا عندنا كمان حاجات بعد اللي اتكلم عنها السادة المتخصصين، احنا كمان عندنا حاجة مهمة جدا، ان في حاجات بتكرس الادمان في مجتمعاتنا وبتدعم الادمان في مجتمعاتنا. ان احنا نعرف ان الادمان ده حالة مش بس بتتوقف على ادمان المخدرات وعلى تناول المخدرات، لكن في اشكال كتيرة من الادمان زي ادمان التسوق وادمان الحب اللي بيوصل الشخص ان هو يتملك شخص، زي ما احنا شفنا في جرائم القتل دي، ان واحد حاسس انه تملك انسان فهو مش قادر يسيبه، فهو اما يكون معاه او ينهي حياته، زي ما بيحصل كده. زي ادمان العلاقات السامه كمان، ان في ناس بتدمن العلاقات السامه، زي ادمان المواد الاباحيه كمان ومشاهدتها والاستمرار عليها اللي بتفسد حياه الانسان سواء كان متزوجا او كان غير متزوج. وادمان وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا كمان في ادمان، وخلاص سجلت في علم في الدراسات النفسية ان في حاجة اسمها ادمان السوشيال ميديا، وكمان ادمان العلاقات المحرمة والعادات المحرمة. لازم نقول ان احنا كبشر الانسان المعاصر
زادت فيه سمات بتزود وكمان بتساعد الإدمان لازم نواجهها. أنا بوجه خطاب الآن لكل المتخصصين في عالم علم في عالم العلاج النفسي وكمان في الدراسات الاجتماعية، لازم نعرف إن في سمات في الإنسان بتساعد على الإدمان، زي زيادة الفردانية وزيادة المزاجية وزيادة التشكك وزيادة المظلومية وزيادة الإحباط وزيادة الحساسية والعشوائية. كل ده مع المشاكل الأسرية والمشاكل البيئية، كل ده بيزود احتمالية الإدمان. فإحنا محتاجين نتحالف جميعا عشان نقدر نعالج الهشاشة الإنسانية اللي بتخلي الإنسان يفقد سيطرته ويضطر إن هو يقع في براثن الإدمان. خلوا بالكم، الإدمان مش بيخلي الإنسان يخرج من ضغوطه ووجعه، الإنسان الإدمان بيزود الوجع ويسجن الإنسان في صورة ضيقة لا يستطيع إن هو يخرج منها. على فكرة الإدمان مش بيخليك تنسى الضغوط، الإدمان بيخلق ضغوط جديدة عليك وعلى اللي حواليك، ويخلي الضغوط دي تقطع علاقاتك وتحس إن أنت بقيت إنسان شبح وبقيت إنسان متوحش، بتفسد كل العلاقات اللي بينك وبين أهلك وبين أحبابك، وبتحسسهم إن أنت بقيت إنسان كتير وعبء وإنسان شرس في حياتك معهم. أكتر حاجة بيسلبها الإدمان للإنسان هو إنسانيته نفسها، ويفقد إرادته ويفقد إرادته ويصبح الإنسان مسلوب الإرادة. تعالوا نقول شوية حاجات بسرعة ناخدها باعتبارها مسعفات مش مسكنات عشان نقدر نتعامل مع قضية الإدمان. أول حاجة لازم نعملها وإحنا بنواجه الإدمان في البيوت، حاجة مهمة جدا جدا جدا، إن إحنا نخلي بالنا من احتواء أولادنا. لازم نحتوي أولادنا. كتير من الناس بيروحوا، الناس تدمن وتبتعد عن بيوتها لأن هي محتاجة إن هي تعرف إن هم محتاجين احتواء. كمان أولادنا محتاجين كتير قوي إن نحن نبعدهم عن مشاكلنا عشان ما يهربوش من مشاكلنا ويروحوا للإدمان. إحنا محتاجين كمان شوية حنية وحكمة في التعامل مع متغيرات المجتمع اللي إحنا فيها. إحنا كمان محتاجين نقرب من أولادنا ونكون في ظهرهم مهما حصل، ونشعرهم بالتقبل لأنهم ولادنا. وما ننساش إن إحنا ممكن لو أي حد من أولادنا حصل له أي صورة من صور الإدمان، ممكن نشوف الرقم الساخن اللي إحنا ممكن نتصل بيه بشكل صحيح عشان نقدر ناخد المشورة الصحيحة عشان نقدر نعالج أولادنا. ونفضل دايما بنقول إن الانتباه والاحترام والتقدير والقرب من الأولاد أهم وسيلة للقضاء على الإدمان. خلوا مسافاتكم قريبة من أولادكم عشان تكونوا حصنهم الأول من مصيبة الإدمان اللي هي في الحقيقة بتهدم الإنسان. يا رب نسألك المدد والرحمة، ونسألك يا رب إن أنت تجعلنا في خير حال عشان نقدر نواجه كل هذه المدمرات اللي هي في الحقيقة لا تساوي شيئا في كرمك وجودك ومددك. اللهم إنا نسألك مددا يذهب كل بلاء، ونسألك مددا يجعلنا من السعداء. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، نسألك مددك واجعلنا يا ربنا في الصالحين والطيبين الذين تقبلهم في كل وقت وحين، يا رب العالمين.